السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة تانية في كورس الـ MCSE Private Cloud. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن Virtualization. هنتكلم في الفيديو ده إن شاء الله عن الـ Virtualization هو إيه عموما. هنتكلم عن إيه اللي استفدناه من الـ Virtualization لما جينا طبقناه. هنتكلم عن أنواع الهايبرفايزرز. الهايبرفايزر اللي هو البرنامج اللي بقدر أعمل بيه Virtualization. رابع حاجة هنتكلم عنها النهاردة ان شاء الله اللي هو الهاردوير ريكويرمنت. انا محتاج الهاردوير بتاعي يكون فيه ايه علشان اقدر اشغل الفيرشواليزيشن اقدر اطبقه. هو الفيرشواليزيشن عموما بتعمل مكنة كمبيوتر او بتعمل كمبيوتر وهمي بتقدر تشغل عليه اي حاجة المكنة الحقيقية بتقدر تعملها. فمثلا لو انت عندك هنا مثلا دي مكنة سيكوال اهي سيرفر حقيقي سيكوال. انت عندك شركة اهي فيها 6 سيرفرات سيرفر ابليكيشن سيرفر برنت سيرفر فايل سيرفر ايميل سيرفر اوريكل وسيكوال سيرفر. انت عندك اللي هو سيرفر عليه مسطب عليه سيكوال عليه اللي هي الاوبريتنج سيستم بتاعه عليه السوفت وير بتاعته عليه الاعدادات بتاعته. انت مثلا السيرفر ده محتاج 2 جيجا رامات عشان يشتغل محتاج سيرفر اللي كان عليه 2 كور. فانت بتقدر تعمل تاخد المكنه دي يعني تقدر تعمل مكنه شبهها فيرتشوال. فانت عندك هنا مثلا سيرفر اقوى فانت تقدر تجيب المكنه ديت تحطها هنا تعمل مكنه وهميه بنفس الهاردوير كونفيجريشن. يعني مثلا ديت كانت محتاجه 2 جيجا رامات فانت بتعمل هنا مكانة فيرشوال ليها 2 جيجا رامات دي كانت شغالة 2 كور هتقدر تعمل هنا 2 كور. كانت الابليكيشن مسطبة عليها فانت هتجيب الابليكيشن برضو هنا وهي مكانة شغالة مكانة وهمية. يعني هي مش انت عندكش مكانة حقيقية فيزيكال قدامك انت هي مكانة هي موجودة على الكمبيوتر بس بس بتقدر تأدي كل الاداء بتاع المكانة الحقيقية زي الفيديو اللي هنا. يعني في الفيديو بتاع الستورج لما سطبت الفريناس سطبته على المكانة وهمية. وبرضو في نفس الفيديو لما اشتغلت على ويندوز سيرفر 2008 والويندوز 7 وانا اشتغلت عليهم على الفي ام وير وبتهيالي يعني اعتقد حاجات الفيرشواليزيشن واضحة معاكم. يعني علشان اكيد اقدر ما وصلت لمرحلة الـ MCSE فانت اتعديت على الـ MCSE واكيد اتعاملت مع يعني ال في ام وير اتعاملت مع الهايبر في. بالنسبه للهايبر في فانا ممكن يعني ده السيرفر بتاعي ممكن اعمل عليه هوست لاي حاجه عندي. يعني مثلا ممكن احط لينوكس مع ويندوز ممكن احط اخلي السيرفر بتاعي اللي هو الوهمي فايل سيرفر ممكن اخليه ويب سيرفر سيكوال سيرفر ايميل سيرفر. الشركات لما بتيجي بقى تعمل الحاجات الفيرشواليزيشن فاحنا قلنا اللي هو بيبقى يكون عندك ديت مثلا المكنة الفيزيكال بس بدل ما هي مكنة لوحدها كده عليها ايميل سيرفر بس فاحنا بنخلي المكنة الفيزيكال ديت عليها كذا سيرفر. فاحنا هي اذا كان بس عليها ايميل سيرفر لا احنا خلينا عليها ايميل سيرفر وخلينا عليها سيرفر وخلينا عليها ويب سيرفر وداتابيز وفايل سيرفر وبنخلي واحد كمان ستاند باي عشان لو اي واحد من دول حصل له مشكله ولا وقع فده يقوم يشتغل مكانه. الشركات برضو لما بتيجي تطبق الفيرشواليزيشن فبيكون عندك الفيرشوال ماشين ما بتحطش الداتا بتاعتها او بتحطش الهاردات بتاعتها على السيرفرات اللي هي متخزنه عليها الفيرشوال ماشين لا انما بتحطها في سان. فبيعملوا كده عشان لو السيرفر ده وقع تفضل الداتا او الهاردات بتاعت الفيرشوال ماشين متاحه ليا فاقدر اكسسها من اي سيرفر تاني علشان لو ده وقع الشغل ما يعطلش. ايه اللي هستفادوا بقى من الفيرشواليزيشن؟
اول حاجه هفصل الاوبريتنج سيستم عن الهاردوير. دي هستفاد منها مثلا في حاله لو انا حصل عندي اللي هو الهاردوير بتاعي اللي هو السيرفر بتاعي وقع، حصل الباور سبلاي بتاعه باظ، فانا عاوز اشتغل، هشيل الهارد بتاعي، الهارد ديسك بتاعي، واحطه في على سيرفر تاني. مش سيرفر تاني مش بيستاهل كده هشيل واحط، مش هيرضى يشتغل، علشان انا لما في اللي هي السيرفرات العاديه بيكون عندي هنا الهاردوير وهنا الطاقه بتاعه الاوبريتنج سيستم، فانا بيكون عندي هنا الدرايفرات اللي بتتخلي الاوبريتنج سيستم يتعامل مع الهاردوير. فانا لو الهاردوير ده وقع فرحت الهاردوير التاني واخدت الهارد اللي عليه الاوبريتنج سيستم وديته هنا، فالدرايفرز اللي هي ديت مش هينفع تشتغل مع الهاردوير ده. فعلشان كده لما باجي انقل الهارد ديسك ما بيرضاش او بيروح وبيعمل مشاكل. تاني حاجه برضو بالنسبه لو حبيت اعمل هاردوير ابجريد، يعني لو جيت غيرت البروسيسور، غيرت المذر، جبت سيرفر جديد وعاوز انقل منه الهارد ديسك السيرفر من السيرفر القديم عشان عليه نزل عليه ويندوز وعليه بياناتي، حبيت اوديه للسيرفر الجديد، فنفس الحكايه برضو هيقابلني مشاكل. فانا دلوقتي بقى عندي لما استخدمت الفيرتشواليزيشن فبقى عندي هنا الهاردوير اللي هو السيرفر بتاعي، بعد كده بحط طبقه اللي هي الهايبرفايزر اللي هو البرنامج اللي بيتيح لي ان انا اعمل فيرتشواليزيشن. تالت حاجه بحط بقى بعدها اللي هو الاوبريتنج سيستم بتاعي. فالاوبريتنج سيستم لما هيجي يتعامل هيتعامل مع الهايبرفايزر، وهنا دي الدرايفات بتاعه الهايبرفايزر. الهايبرفايزر نفسه هو اللي بيتعامل مع الهاردوير، وهنا الاوبريتنج سيستم برضو هيتعامل بدرايفاته مع الهايبرفايزر. فاقدر احط اول حاجه اقدر احط كذا اوبريتنج سيستم. تاني حاجه الاوبريتنج سيستم هو هيتعامل مع هايبرفايزر، كل واحد من دول هيتعامل مع هايبرفايزر، والهايبرفايزر نفسه هيتعامل مع الهاردوير. فلو الهاردوير ده وقع فهجي اروح لهاردوير تاني واكون مسطب عليه نفس الهايبرفايزر. يعني مثلا لو الهايبرفايزر ده من شركه في ام لازم يكون ده من شركه في ام، لو في ام وير، لو ده من مايكروسوفت لازم يكون ده من مايكروسوفت. فلو اخدت الاوبريتنج سيستم ده اللي هو عباره عن المكنه الوهميه بتاعتي، فالدرايفرات اللي عليه اللي هي بتتعامل مع الهايبرفايزر مفيش هتقدر تشتغل مع الهايبرفايزر ده عشان هما نفس الهايبرفايزر. والهايبرفايزر لما سطبته على الهاردوير ده هو نازل درايفاته بتاعت الهاردوير. يعني لما سطبت الهايبرفايزر هنا على الكمبيوتر ده فهو نزل التعريفات اللي محتاجها الكمبيوتر ده، لما نزلت الهايبرفايزر هنا على الكمبيوتر ده فنزل التعريفات اللي هيقدر يتعامل درايفرز اللي هيقدر يتعامل بيها مع الهاردوير ده. انما الاوبريتنج سيستم ما بيتعاملش مباشره مع الهاردوير، هو بيتعامل مع الهايبرفايزر. فلما الكمبيوتر ده وقع وديته للكمبيوتر التاني فهو برضه اتعامل معاه، فهو هنا عندي نفس الهايبرفايزر فقدر يتعامل معاه. تاني حاجه هنتكلم عنها الريسورس يوتيلايزيشن. يعني لما كان اللي هو الموديل القديم بتاعنا اللي هو الاوبريتنج سيستم نازل على سيرفر واحد اللي هو قبل ما تبتدي تستخدم فيرتشواليزيشن، كان عندك الريسورس يوتيلايزيشن هتلاقي مثلا الرامات عندك الاستهلاك بتاعها بالكتير 20%، البروسيسور ما بيعديش برضه 40%. عموما يعني كان الاستهلاك بتاع الريسورسز اللي عندك كلها بيكون حوالي 25%. طب انت عندك 75% مش مستفاد منهم، فعشان كده ابتدينا نستخدم الفيرتشواليزيشن. فبدل ما انت الريسورس بتاعتك استهلك قد كده من الكمبيوتر، لا طب اجيب مكنه تانية واستهلك قد كده، واجيب مكنه تالتة واستهلك قد كده، يبقى استفدت من الكمبيوتر. كونسوليديت انفراستراكشر اند ريديوس كوست. لو قلنا ان انت كان عندك في الشركه 3 سيرفرات، واحد سيكوال وواحد برنت سيرفر وواحد فايل سيرفر، فانت كان عندك 3 سيرفرات فيسكال اخدين مكان لثلاث سيرفرات. انما لو انت عملت لهم حكايه الفيرتشواليزيشن فانت بدل ما كان عندك 3 سيرفرات هو مجرد سيرفر واحد ومستضيف عليه 3 هوست، اللي هو هنا ده السيكوال، ده البرنت سيرفر، ده الفايل سيرفر. فانت
يعني اول حاجة قللت المساحة اللي عندك، وقللت عدد السيرفرات اللي قدامك، وقللت استهلاك يعني قللت المساحة اللي مستهلكها السيرفرات. ثاني حاجة قللت الكوست، يعني بدل ما كان انت عندك 3 سيرفرات كل سيرفر، يعني بدل ما كان عندك بدل ما تشتري مثلا، لو انت هتعمل جديد بدل ما تشتري 3 سيرفرات هتشتري سيرفر واحد يعمل الحكاية دي. تاني حاجة الباور سيفنج، انت دلوقتي لما 3 سيرفرات دول بقوا سيرفر واحد، فانت اول حاجة كان كل سيرفر من ده ليه باور سبلاي بتاعه، كان كل واحد من دول بيسحب باور لوحده، فانت كان عندك فلما هتيجي تستخدم سيرفر واحد فانت كده قللت استهلاك بإدارة التلتين، يعني انت بتستهلك دلوقتي تلت الباور بس. تاني حاجة انت عندك 3 سيرفرات فبيولدوا حرارة اكتر، فمحتاجين تكييفات اكتر عشان التبريد والكلام ده، ف دلوقتي انا قللت بنسبة التلت، فانت محتاج باور اير كونديشن اقل بنسبة التلت، والاير كونديشن محتاج باور، يعني اول حاجة هتشتري تكييفات، تاني حاجة التكييفات هتسحب كهربا، فانت دي حكاية الباور سيفنج. وبعد كده هنتكلم على المانجمنت، هتبقى اسهل. انت لو عندك 3 سيرفرات هتفضل تلف وراهم، السيرفر ده حصل فيه مشكلة في عارف درايفر، لا هتيجي تنزل الدرايفر ده محتاج ابديت وده محتاج ابديت، فهتروح تروح تقعد على السيرفر ده عشان تعمل له ابديت، وبعد كده تروح على السيرفر ده عشان تعمل له ابديت. لا، هما دلوقتي انت قدامك سيرفر واحد وقدامك ال3 مكانات، وانت قاعد في نفس مكانك هتقدر تخش على المكنة ديت، وهتقدر تخش على المكنة ديت، وتقدر تخش على المكنة ديت تتعامل معاهم. برضه من ضمن يعني الكلام عن المانجمنت، هو لو انت لسه جديد في المجال هتقول ده مثلا لو عن كل ما اشتري كمبيوترات اكتر يبقى كده الشركة بتاعتي احسن، مثلا لو انا عندي 20 كمبيوتر اديرهم احسن من 10 كمبيوترات. الكلام ده كويس في الشركات اللي هي الصغيرة، انما لو دخلت بقى في مجال الانتربرايز والشركات الكبيرة هتلاقيك بتتعامل مع 2000 جهاز 5000 جهاز، فأكيد مش هتقدر يعني تستوعب كل الكمية دي. فتصور مثلا 5000 جهاز دول الفيزيكال حولناهم باستخدام الفيشواليزيشن ل1000 جهاز، ده أريح لك، يعني قللت خمس العبء اللود اللي عليك بالاستخدام، وبرضه 1000 جهاز كتير. الهاي افيلابيليتي بيكون مثلا ان لو انت كان عندك السيرفر ده وقع، فانت عندك هنا الاوبريتنج سيستم هو مستطبع وخدمة السيكوال مستطبع على السيرفر ده، وعشان تيجي تقوم السيرفر ده تاني عشان تقوم سوري خدمة السيكوال تاني، فانت محتاج تصلح السيرفر، وعشان تصلح السيرفر مثلا في حاجة كارت محتاج تغيره، مش عارف تتصل بالشركة بتاعة الصيانة، وشركة الصيانة هتجيلك تاني يوم تشوف في ايه، اه ده الكارت ده عاوز يتغير، تقوم تتصل بالشركة الموردة، والشركة الموردة حوار يعني ممكن تاخد لك اسبوع عقبال ما تغير لك كارت بتاع السيرفر وخدمة السيكوال وقع. لا، انت مثلا دلوقتي السيرفر ده عندك اللي هو الهوست في حاجة مشكلة، فانت مجرد هتاخد المكنة ديت اللي هي المكنة الوهمية اللي هي الفيرتشوال ماشين، وتوديها على سيرفر تاني اللي هي السيكوال، هتقدر بدل ما انت واحنا قلنا اللي هي الداتا بتاعتها بتكون متخزنه في السان، فانت مجرد ما وديت على سيرفر تاني هتقدر تتعامل مع الداتا بتاعتها مره تانيه، مش هتتعطل على السيرفر اللي واقف. ده اول حاجه. تاني حاجه، لو انت عندك هنا قلنا سيكوال، وعندك برنت سيرفر، وعندك فايل سيرفر، لو الاوبريتنج سيستم بتاع البرنت سيرفر حصل له مشكله عشان هو مش متصل مباشرة بالهاردوير، فهو المشكلة بتاعته هتكون في الفيرشوال ماشين بتاعته اللي هو، انما السيكوال والفايل سيرفر هيفضلوا شغالين. يعني لو جبنا لون تاني بس كده عشان احنا قلنا ده البرنت سيرفر، ده الفايل سيرفر، وده السيكوال. لو البرنت سيرفر حصل فيه مشكلة وقع او هنج اي حاجه، انت دلوقتي عندك ويندوز مهنج، ف ويندوز مهنج المفروض الطبيعي اللي هو الهاردوير هيهنج كله، لا هو الويندوز هيهنج او هيحصل فيه مشكله في الفيرتشوال ماشين بتاعته بس، انما الفايل سيرفر والسيكوال سيرفر هيفضلوا شغالين زي ما هم.
برضو من استخدامات الفيشواليزيشن لما بنكون بنعمل تيست انفيرومنت بيئة تجريبية، يعني انت عملت ابليكيشن وعاوز تجربه قبل ما تنزله على الشركة بتاعتك، قبل ما تنزل انت طورت برنامج هتستخدمه في الشركة، بس عاوز تتأكد ان هو شغال صح، مش هيعمل مشاكل مع الأجهزة لما هتنزله في تطبقه على الشركة. فبنعمل بيئة تجريبية من مكان وهمي، بنطبق عليها البرنامج ونشوف هيشتغل صح ولا غلط. برضه من الاستخدامات بتاعت الفيرشواليزيشن اللي هو لو انت مثلا عندك لابتوب ماك او وعاوز تستخدم برنامج معين، البرنامج ده مش شغال غير على ويندوز، او عاوز تلعب لعبة مش شغال على ويندوز، فانت بتجيب اللي هو الفيرشواليزيشن وبتنزل عليها مكنة وهمية وتثبت عليها ويندوز اكس بي، وبعد كده تقدر تشغل البرنامج ده من جوه المكنة الوهمية اللي عليها اكس بي. ديت صورة بتوضح لك المزايا برضو اللي هي بتاعت الفيرشواليزيشن. فهنا مثلا كان عندك قبل ما تستخدم الفيرشواليزيشن كان عندك 1000 سيرفر، وكان كل سيرفر شغال بالداتا تشت ستورج اللي هي الداس، كل سيرفر ليه الداتا بتاعته. بعد الفيرشواليزيشن بقى مجرد 50 سيرفر، يعني شوف قللت كمية قد ايه، من 1000 سيرفر ل 50 سيرفر. هتقدر 50 سيرفر قدامك هتقدر تتحكم فيهم، اسهل لك في المانجمنت. ولما جينا نستخدم بقى ال50 سيرفر استخدمنا مع السان والناس، كان عندك 200 راك عشان تقدر تكفي السيرفرات ديت، بقى 10 راكات بس، فالمساحة قلت. بما ان المساحة قلت وعدد السيرفرات قل، فانت كان عندك استخدم 3000 نتورك كيبل عشان توصل بين السيرفرات، لا دلوقتي بقى 3 نتورك كيبل بس. الباور برضو كان عندك الاستهلاك 400 بقى 20، فيعني فرق جامد اهو، واضح لما استخدمنا ان الفيرشواليزيشن. نيجي دلوقتي نتكلم عن الهايبر فايزر. انا عندي نوعين من الهايبر فايزر، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 بيكون عندي الهاردوير مسطب عليه التايب 1 على الهاردوير نفسه، يعني بيكون عندي الهاردوير ما مش مسطب عليه ويندوز، مش مسطب عليه اي حاجه. هو التايب 1 بيسمى نيتف او بيسمى بيرميتال. بيرميتال يعني اللي هو انت عندك الجهاز جاي جديد ما فيش عليه ويندوز، ما فيش عليه اي حاجه نازله، فانت بتسطب التايب 1 هايبر فايزر. التايب 1 هايبر فايزر ده بيكون كانه ويندوز صغير، اوبريتنج سيستم صغير، بيكون النظام ليه كيرنل بتاعه، زي مثلا الفري ناس لو مش احنا لما شغلناه هو كان في اوبريتنج سيستم نزل على المكنه حاجه كده صغيره لوحدها. فهو التايب 1 ده هو عباره عن كانه اوبريتنج سيستم. بعد ما بنزلناه هو ده المسؤول عن عمليه الفيرشواليزيشن، يعني هو بيوصل الفي ام اللي احنا هنعملها بالهاردوير. بعد ما سطبناها هنبتدي بقى نحط عليه الفي امات اللي عندي. فهنا حطيت الفي ام، وهنا مثلا هنا في المثال حطيت 2 في ام، فالفي ام ديت متوصله بالتايب 1 بالهايبر فايزر، والفي ام دي متوصله بالهايبر فايزر، وبعد كده الاثنين دول هتوصلوا بالهاردوير. مثال الهايبر فايزر تايب 1 ده زين سيرفر وفي ام وير اي اس اكس والهايبر في. زين سيرفر كان اول هايبر فايزر ينزل الاسواق وكان مجاني، علشان كده معظم الهايبر فايزر الموجودين في السوق مجاني من تايب 1 بيكونوا فري. التايب 2 زي الفي ام وير ورك ستيشن، زي الفيرشوال بي سي القديم بتاع مايكروسوفت، زي فيرشوال بوكس بتاع اوراكل، بيكون عندك الاوبريتنج سيستم موجود وعن طريق نازل عليه الابلكيشن بتاعتك عادي، وبتنزل تايب 2 هايبر فايزر اللي هو مثلا في ام وير ده كانه ابلكيشن بتنزله، بيعمل لاير هنا تقدر تحط بقى فوقيها الفيرتشوال ماشينز. بس يعني الفكره اللي هو انت عندك الفيرتشوال ماشين عشان هتتعامل مع الهاردوير، اول حاجه هتعدي على تايب 2 هايبر فايزر، وبعد كده بعد تايب 2 هايبر فايزر هتتعامل مع الاوبريتنج سيستم، وبعد الاوبريتنج سيستم هتتعامل مع الهاردوير. هنا توضيح برضو الفرق بين تايب 1 هايبر فايزر وتايب 2. التايب 1 بيستخدم هاردوير فيرشواليزيشن، فديت بتحتاج بروسيسور بيدعم الحكايه ديت. تاني حاجه بالهايبر تايب 1 بيقدم لي بيتر بيرفورمانس، اداء احسن، بيكون ده علشان عندك هنا لير، يعني في تايب 1 تايب 2 بيكون في لير ازيد من تايب 1 في الاداء، يعني
هنا الهايبرفايزر متصل مباشرة بالهاردوير، ف لو جينا هنا بيكون عندك هنا الهاردوير، فالهايبرفايزر متصل بها مباشرة. فأول حاجة من الحاجات اللي هو متصل مباشرة بالهاردوير فديت أداء أحسن. تاني حاجة عندك ليا في لير الشالت اللي هي الهوست او اس، ده الشال من عندك، فده أداء أحسن، اللي هو في لير الشالت من الأداء بتاعك، يعني عدد اللايرز اللي بيعدي عليهم الابليكيشن عشان هيوصل الهاردوير بأقل. انما في التايب 2 فانت الاداء بيكون يعني اسوأ من اللي هو تايب 1، علشان انت عندك لاير زيادة بيعدي عليها الابليكيشن عقبال ما يوصل الهاردوير. تاني حاجة برضو عشان الأداء بيكون أسوأ، الهايبرفايزر نفسه مش متصل مباشرة بالهاردوير، لا هو بيتصل بالأوبريتنج سيستم، وبعد كده الأوبريتنج سيستم هو اللي بيوصله بالهاردوير. فالأوبريتنج سيستم يعني فيه مراحل وفيه سيكيورتي وفيه حاجات يعني يعني مش بتخليك التعامل الهايبرفايزر مع الهاردوير سهل. تاني حاجة بنتكلم عليها اللي هو الديناميك اللوكيشن. طيب وان بيسمح لك لو انت عندك مثلا سيرفر عليه 6 جيجا، انت عندك 4 مكانات، فانت تقدر تدي كل مكنة 2 جيجا، كده المجموع بتاعهم 8، بس انت عندك 6 حقيقي. فديت هو بيسمح لك اللي هو انت تدي له يعني ايه، تقول له انت تقدر يعني انت في ام المكنة لوحدها انت شايفة 2 جيجا كل مكنة، بس يعني الفكرة اللي هو انتوا كلكم ما تقدروش تستخدموا في نفس الوقت غير 6 جيجا. يعني مثلا انت عندك مكنة عليها سيكوال ومكنة برينت سيرفر ومكنة فايل سيرفر ومكنة دومين كنترولر، فكل مكنة دي من ديت شايفة اللي هي تقدر تستهلك 2 جيجا. ديت مثلا استهلكها مستهلكة 500 ميجا بس، ودي مستهلكة 1.5 جيجا، فدي مستهلكة 2، سوري دي مستهلكة 2 ودي مستهلكة 2، فانا عندي اللي هو هنا التوتال 6. انما ديت مثلا لو حبيت تطلع فوق 6 ما ينفعش، طول ما هو 6 عندي مستهلكين. لو ديت قلت بقت 1.5 فديت تقدر تستهلك ال 2 جيجا. اتمنى تكون الحته دي واضحه، يعني اللي هو الديناميك اللي هو انا بقول للمكنه انت عندك تقدر تستخدمه لغايه 2 جيجا بس. انت دلوقتي يعني هي انت عندك ديناميك، يعني انت دلوقتي بتسحب 500 ميجا رامات، ماشي اوكي خليك شغال. واحتجت رامات اكتر اوكي خد، احتجت رامات اكتر خد، مثلا وصلت لغايه 1.5 جيجا، عاوز كمان اتفضل لغايه ما وصلت 2 جيجا ما تقدرش تزيد عن كده. بس بشرط اللي هو يكونش مجموع الفي ام اللي عندك المستهلكينه اكتر من الموجود على السيرفر، هي اصلا هيسحبوا ازاي. التايب 2 بيكون ما بيعملش دايناميك اللوكيشن، هو بيعمل استاتيك، يعني انت قلت له المكنه ديت لها 2 جيجا هيبقى سحبهم 2 جيجا حتى لو هو مش شغال عليهم كلهم، لا هو بيسحب على بيحجز مكانه علشان بعد كده قدام ما يضطرش اللي هو يعمل يطلب رام جديد، لا هو دي بتاعته هو يقدر يتعامل معاها. زي ما بنشوف مثلا في الفي ام وير تول، في ام وير ورك ستيشن، لما بعد ما نسطب البرنامج ما بنقدرش نتعامل معاه، صوره اللابتوب ما بتبقاش حلوه، بيكون بطيء بيكون بقطع، فبيحتاج ننزل تولز علشان تخليه يقدر يتعامل مع الهوست اوبريتنج سيستم. فالتولز ديت لما بننزلها الاداء بيتحسن بمراحل. لو جينا بصينا على تايب 1 هايبرفايزر، فبعد ما بنسطبه هو حكيت عمليه تسطيبه زي ما سطبنا اللي هو الفريناس برضو المره الثانيه، انت بتحط الاسطوانه وبتسيبه بينزل لوحده وبتدوس حبه نيكست، تسطيبه مش صعب. بعد ما نسطبه بيطلع لك مثلا هنا ده الفي ام وير اي اس اكس، بيقول لك ده الاي بي بتاعي عشان تبقى تعمل كونكشن عشان تيجي تتعامل معايا، ولما بتقول له تخش على الاي بي ده من عندك هيقول لك انت لازم تنزل برنامج بتاع مانجمنت عشان تقدر تتعامل معايا. هنا بالنسبه برضو هنا الفي ام وير بيكون حاجه اسمها سوري، هنا الهايبر هايبر في
عندي هايبر في مايكروسوفت، في اتنين، في اصدارتين. اصدار اللي هي هايبر في سيرفر بيكون عبارة عن زي ما انتم شايفين كده سيرفر مبني على كور اديشن على السيرفر. بعد ما بيسطبه بيديك انت ظبط الدومين، ظبط النتورك، ظبط اللي هو اللانجوج والسيتنج والديت والتايم بس. انما لو جيت تبص على حاجه متعلقه اللي انت تعمل مكان، مفيش، لازم تجيب المانجمنت كونسول. النوع التاني من الهايبر فايزر، سوري، النوع التاني من الهايبر في اللي هو الهايبر في الموجود جوه الويندوز اللي هو مع المانجمنت بتاعته. بالنسبه لتايب 2 هايبر فايزر، فدول بيبقوا نازلين بالمانجمنت بتاعتهم زي الفي ام وير الورك ستيشن، فلما تيجي تسطبها هتلاقي مع المانجمنت بتاعه. لو جينا هنا اللي هو المانجمنت كونسول اللي هنستخدمه مع اللي هي الهايبر فايزرز دول، فده المثال المانجمنت كونسول بتاع الهايبر في مانجر. انت عندك هنا اللي هي الفي ام الظاهره اهيت، فده بنقدر نعمل نقول له يعني بنخليه يعمل كونكشن على السيرفر اللي هو بتاع الهايبر في ده. ولما عمل كونكشن قدر يشوف اللي هو المكان اللي عندي، او يقدر يتعامل بقى معاه ويخليه يعمل ويخليه يقدر يعمل فيرتشوال ماشين ويقدر يكنترولها كامل. بالنسبة للمانجمنت كونسول، في يعني تفرق بقى من شركة لشركة. يعني هو الهايبر فايزر تقريبا واحد من كل شركات، انت بتجيب الهايبر فايزر بتاع، قلنا هو كل الهايبر فايزر مبنيين على اساس اللي هو الزن اللي هو كان اول هايبر فايزر نزل، وكلهم فري. المانجمنت كونسول بقى هو اللي بيفرق من شركة لشركة، يعني في مزايا مخصصة تفرق الشركات عن بعض. انت اول حاجة يعني انت محتاج مانجمنت كونسول عشان تقدر تعمل مانج للمكن الفي ام. تاني حاجة بيكون في مزايا بتفرق اللي هي الحاجات عن بعضها. مثلا عندك الفول ترونانس، لو انت عندك سيرفر هنا وعندك سيرفر هنا وده هنا عليه في ام، عليه مكانتين والسيرفر ده وقع، فانت بتقدر تنقل الفي ام ديت من السيرفر ده للسيرفر ده، بتقدر تكمل شغل عليها عادي رغم اللي هو السيرفر ده وقع. ديت من المزايا الخاصة اللي هي المانجمنت كونسول. تاني حاجة اللي هو الباور اوبتمايزيشن، برضو لو جينا مسحنا بس اللي هي ديت نكتب انتر تاني. لو برضو عندك ده الهوست، ده هوست وده هوست. هو عموما السيرفر اللي هو الهاردوير الحقيقي الفيزيكال اللي قدامك اللي هنستضيف عليه الفي امات ده بنسميه هوست، واللي هو الفي ام بنسميها جيست. فانت عندك هنا ثلاث مكانات وعندك هنا مكانتين شغالين بس، فانت ده في ساعات العمل. بعد ساعات العمل مثلا ده كان هنا دي سي وده سيكوال، ودي بقيت الحاجات اللي هو الفايل سيرفر وبرنت سيرفر والكلام ده. فبعد ساعات العمل الضغط على الدي سي والسيكوال هيقل. مثلا انت كان عندك الضغط واصل 80% دلوقتي هيوصل 10%. فالرامات اللي هو هنا كان ساحب رامات مثلا بنسبة 8 جيجا بقت جيجا واحدة، هنا برضو كان ساحب 4 جيجا بقى نص جيجا. فاحنا انت تقدر باستخدام اللي هو الباور اوبتمايزيشن اللي انت تنقل المكانتين دول توديهم السيرفر ده. فبعد ما نقلت المكانتين السيرفر ده تقدر تطفي السيرفر ده، تعمل له باور اوف. فانت عملت له باور اوف، فكده عملت باور اوبتمايزيشن وقفرت. تاني يوم الصبح بقى لما الناس جت وابتدت الشغل الضغط يشتغل على الدي سي والسيكوال، فانت برضه المانجمنت ده يقدر يفتح السيرفر ده وينقل له المكان تاني. زي ما احنا شفنا اللي هو المانجمنت كونسول هو اللي تقريبا اللي بتقدر تخيله بتعمل تحكم في الفي امز اللي عندك، بتقدر تعمل مثلا مزايا، في مزايا مميزه هي زي الفولت ترونانس والباور اوبتمايزيشن. فاكيد قلنا الهايبر فايزر ده ببلاش، فاكيد يعني الشركات مش فاتحه عشان تعمل حاجه ببلاش، فالمانجمنت كونسول ده هو اللي بفلوس. لما بتحب تشتري مانجمنت كونسول فانت قدامك حسب الشركه، يعني الصراحه
بيكون قدامك تعمل تشتري لايسنس بير سيرفر. انت عندك سيرفر، هل هو انت مستضيف عليه الفي امز؟ مهما كان عدد الفي امز اللي انت مستضيفها، فانت مهما كان عدد البروسيسور اللي جوه، يعني عندك 2 بروسيسور واربعة بروسيسور، مهما كان بكل بروسيسور عليه 4 كور 2 كور، فده ما يفرقش معاهم. انت تشتري اللايسنس للسيرفر ده، خدها واعمل اللي انت عاوزه على السيرفر، حتى ان شاء الله تكون المكان المذر بورد اللي على السيرفر عليها 8 بروسيسور وكل بروسيسور عليه 8 كور، براحتك. تاني نوع من اللايسنس اللي انت بتشتري اللايسنس للبروسيسور. مثلا انت عندك 2 بروسيسور على المذر بورد، فانت بتشتري لايسنس، يعني انت شاري لايسنس بس بتحاسب على تمن 2 بروسيسور. تالت نوع من اللايسنس بتشتري بير كور. انت عندك البروسيسور الاولاني عليه 4 كور والبروسيسور التاني عليه كور، فانت كده عندك توتال 8 كور، فانت بتدفع على اساس الكور. ومثلا عندك شركة الفي ام وير، اللي هو لما بتيجي تعمل لايسنس للاي اس اكس بتاعها، بتعمل لايسنس بير بروسيسور وبتدفع $3,500 بير بروسيسور، فيعني حاجة مش رخيصة. بالنسبة لمايكروسوفت، لما تيجي بتعمل لايسنس للهايبر في، فاحنا اتفقنا ان انت عندك 2 نوعين، اللي هو هايبر في سيرفر اللي هو انت بتجيبه ده مجاني، وبعد كده لما تعمل مانجمنت بتعمله من هو من خلال الويندوز، او بتشتري ويندوز نفسه عليه الهايبر في، بتقدر تعمل مانجمنت من عليه، تقدر تسطب الهايبر فايزر من عليه وبتعمل مانجمنت من عليه. فالهايبر فايزر اللي هو بتاع مايكروسوفت، قصدي سوري، فالويندوز اللي انت بتشتريه، فانت عندك الويندوز ستاندر وعندك ويندوز انتربرايز وعندك ويندوز داتا سنتر. الويندوز ستاندر ما لهوش ما بيدعمش هايبر في. الويندوز انتربرايز بيقدر بيدعم لغاية 4 مكانات بس، وبتعمل بتشتري اللايسنس بتاعته بير سيرفر. ولو بعد كده لو حبيت تشتري يعني تدعم في ام اكتر، فانت بتشتريها لايسنس من مايكروسوفت. الداتا سنتر بيدعم في ام مفتوحة، يعني اي عدد في ام انت عاوزه، بس اللايسنس بتاعته بير كور، سوري، بس اللايسنس بتاعته بير بروسيسور، يعني كل بروسيسور عندك هتشتري له لايسنس. هاردوير ريكويرمنت، هو بيكون عندك اللي هو البروسيسور لازم يكون بيدعم خاصية اسمها في تي اكس لو انت شغال انتل، و ام دي في لو انت شغال ام دي. الخاصية اللي هي الفي تي اكس او ام دي في والفي تي اكس ديت، هي تسمح لك ان انت تعمل الفيرشواليزيشن اللي هو العادي، اللي هو انت تسطب المكان وتقدر تستخدمه كمان. في خاصيتين تانيين اللي هي عند انتل اسمها في تي دي، وعند مايكروسوفت اسمها اي ام دي في اي، او ليها اسم تاني اللي هو اي او ام ام يو، اختصار انبوت اوتبوت ميموري مانجمنت يونت. فده بيسمح لك لو انت عندك مثلا ده السيرفر بتاعك، عندك هنا مكنة في ام 1 وعندك هنا مكنة في ام 2 وعندك هنا مكنة في ام 3 وعندك هنا كارت شبكة 1 اللي هو نيك 1 وعندك هنا نيك 2 وعندك هنا نيك 3. فهو الطبيعي لو انت استخدمت الفي تي اكس والام دي بي بس، دول وده بيتعامل مع كارت الشبكة 1. خاصية اللي هي الفي تي دي والام دي في اي، بيسمح لك ان انت تربط مثلا الفي ام ده بالنيك ده، او الفي ام ده بالنيك ده، والفي ام ده بالنيك ده كده، اللي هو الفي ام هو انت ربطه مباشرة بالنك كده. الداتا اللي جاية من على كارت الشبكة ده، مش هي هتخش على الفي ام ده بس، مش هتقدر، مش هتعدي لو انت عندك هنا هوست اوبريتنج سيستم.
فهي الداتا مش هتعدي عليها، هي توصل مباشرة للفي ام. هو يعني معنى اللي انت بتخلي الفي ام بيتعامل مباشرة مع الهاردوير، يعني هي ميزة الفي تي دي والاي ام دي في اي، اللي انت بتخلي الفي ام بتتعامل مباشرة مع الهاردوير، حتى ما بتعديش على الهايبرفايزر او بتعدي يعني، او الهايبرفايزر ما بيعملهاش بروسيسنج، هي بتعدي مباشرة للفي ام. الفي ام 2 برضه رابطها بالديت، مثلا في حاجة هنا جاية عشان تروح للفي ام 1 مش هتروح، هي هو ما بيقدرش يتعامل غير مع الفي ام 2، فده هيزود لك يعني هيحسن لك الاداء اللي انت ربطت الفي ام بالنيك مباشره. وبرضو لو انت عندك هنا كارت بي سي اي عليه فيجا، وهنا كارت بي سي اي تاني عليه فيجا تانيه، فانت ممكن تربط ديت بده وده بده، وبرضو ده بيتعامل دايركت مع ديت، وده برضو بيتعامل دايركت مع دي. تاني حاجه اللي هو عموما هو انت عند مايكروسوفت هي حكايه الفي تي اكس والفي تي دي بيكون على حسب البروسيسور، يعني انت بتشتري بروسيسور لازم تاخد بالك اللي هو بيدعم حكايه الفي تي اكس ولا لا، بيدعم حكايه الفي تي دي ولا لا. بالنسبه للانتل بعد ما شفت اللي هو في تي اكس ولا في تي دي، المظهر ما بتفرقش معاك، انت جبت المظهر هتقدر تشغل عليها الخاصيتين دول. بالنسبه للانتل ام دي كل بروسيسور بتوعها عليهم ميزه الام دي في، من سنه 2006 اي بروسيسور بينزل من ام دي عليه الميزه دي. بالنسبه للميزه الثانيه اللي هي بتاعت انبوت اوتبوت ام ام يو ديت بتكون على حسب المذر بورد، لازم تشتري مذر بورد معينه هي اللي فيها الميزه ديت عشان تقدر تستخدمها. دي الريفرنس اللي انا استخدمتها في الشرح، كل شكر ليهم، شكرا لكم على حسن المشاهده، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. تحياتي.